لنتحدث عن مكونات الدم الثلاثة المهمة الأخرى: خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. تحتوي قطرة الدم الواحدة على أكثر من 4 ملايين خلية دم حمراء، وهذا يفوق عدد سكان بعض المدن الكبيرة. يبدو أن هذه القطرة تعاني من اكتظاظ سكاني. يبدو هذا كثيراً بالفعل، لكنك تحتاج إلى كل هذه الخلايا الحمراء لتنقل شيئاً يحتاجه جسمك وبكميات كبيرة، الأكسجين. ألا نحصل على الأكسجين بالتنفس بواسطة الرئتين؟ هذا صحيح، ولكن تذكر أن كل خلية من خلايا جسمك تحتاج إلى الأكسجين. وظيفة خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم المختلفة. يتم هذا على النحو التالي: تستنشق الأكسجين فيدخل إلى رئتيك، يلتقطه الدم المار بالرئتين ويخزنه في خلايا الدم الحمراء، ثم ينطلق في رحلة حول الجسم تستغرق دقيقة واحدة، توصل خلالها كريات الدم الحمراء الأكسجين إلى بقية خلايا الجسم. بعد أن تفرغ خلايا الدم الحمراء حمولتها من الأكسجين، يأتي دور التحميل، فتلتقط فضلات الخلية المسمى ثاني أكسيد الكربون وتبدأ رحلة العودة إلى الرئتين. عندما تصل إلى الرئتين تطلق ثاني أكسيد الكربون. هل تعرف مصير ثاني أكسيد الكربون عندما يطرح خارج الرئتين؟ لا تخبرني، الرئتان شهيق، هذا ما يخرج أثناء الزفير. أحسن، توصل الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون. هذه وظيفة خلايا الدم الحمراء. هذا ينهي جولة خلايا الدم الحمراء في الجسم. كل خلية من هذه الخلايا تكرر هذه الجولة حوالي 1000 مرة يومياً. حسناً، تحدثنا عن خلايا الدم الحمراء، ماذا عن خلايا الدم البيضاء؟ هنا تأخذ الأحداث طابعاً مشوقاً، لأن الوظيفة الأولى لخلايا الدم البيضاء هي حماية جسمك من الغزاة. تخيل هذا، ينتقل الدم في جسمك ويدخل في جميع الخلايا التي يصادفها. رائع أنه ينقل أشياء مفيدة كالعناصر الغذائية والأكسجين، لكن عندما تدخل جراثيم مؤذية مجرى الدم فإنها تحظى بجولة مجانية في جميع أنحاء الجسم. لذا من المنطقي أن يكون للدم نظامه الأمني الخاص، وهو خلايا الدم البيضاء. عندما تتسلل الجراثيم أو أي شيء دخيل إلى الدم، تهب خلايا الدم البيضاء للعمل، فتحيط بالغزاة وتدمرهم قبل أن يسببوا أي أذى فعلي. المدهش فعلاً أن الجسم يخطط لهذا مسبقاً، إذ يطلق ما يشبه الإنذار لتنبيه خلايا الدم البيضاء حتى عندما يشعر بمجرد تهديد بالغزو، كأن تصاب بجرح أو خدش. تساعد الصفائح الدموية في حمايتنا أيضاً جنباً إلى جنب مع خلايا الدم البيضاء، ولكن بطريقة مختلفة. عندما نجرح أو نخدش تدخل الجراثيم إلى دمنا، إلا أن هذا لا يعتبر الخطر الوحيد، فأنا متأكد أنكم تعرفون أننا ننزف عندما نجرح. تتجه الصفائح الدموية إلى الجرح أو الخدش كما تفعل خلايا الدم البيضاء. تلتصق الصفائح الدموية ببعضها في موقع الجرح مكونة حاجزاً كشبكة العنكبوت يوقف الدم ويبقيه داخل الجسم. تسمى هذه العملية التخثر. وعندما يجف يتحول إلى قشرة قد تبدو بشعة، لكن هذا يساعد على التئام جرحك بالشكل الصحيح.